طبعا مزار مهم جدا، وخلينا نقول انه عندما تحدث العالم العربي شعرا كان على يد امير الشعراء احمد شوقي، ارث كبير جدا من الثقافه والشعر تركه امير الشعراء، بنفتخر به كمصريين والعالم العربي كله بيفتخر بوجود طبعا امير الشعراء احمد شوقي. في الحقيقه احنا زميلتنا جيرمين ابراهيم بتصور في عدد كبير من المتاحف كمان، وهيبقى معانا على مدار الحلقات الجايه متاحف اكتر وقصص اكتر. اما دلوقتي خلونا نروح مع بعض للميا مره تانية ونعرف منها موجز اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اتفضلي يا لميا. شكرا لك يا بسام. مشاهدينا برحب بيكم وبصبح عليكم مره تانية، واهلا بيكم موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال واصل تدريباته أمبارح استعداداً للموسم الجديد 2023-2024 لتجهيز اللاعبين بدنياً بشكل مميز قبل بداية الموسم. منتخب ناشئي الكرة الطائرة خسر أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0 في إطار ربع نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة بالأرجنتين. فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبي توجت بالميدالية الذهبية في بطولة السعودية الدولية، وده بعد تحقيق المركز الأول والفوز على منافستها لاعبة نيجيريا بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة. كمان سيد محمد الشهير بسيكا لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبي توج بالميدالية الذهبية وكأس بطولة السعودية لتنس الطاولة البارالمبية، وده بعد ما فاز على لاعب السعودية بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة. نادي أهلي جدة السعودي أعلن رسمياً ضم اللاعب فرانك كيسي من صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. فريق الهلال السعودي تأهل لنهائي البطولة العربية بعد فوزه على الشباب بنتيجة 3-1 في نصف نهائي البطولة، وهيواجه فريق الهلال فريق النصر يوم السبت اللي جاي في نهائي البطولة العربية.